مرحبا، كيفكم؟ ان شاء الله تكونوا بألف خير. اليوم رجعنا لكم فيديو جديد. اليوم الفيديو حبايب قلبي بمناسبة طلوع جدا من المستشفى، قررنا نعمل عزيمة ونذبح ذبيحة ونعزب الجيران والأقارب عليها. ونحن واخواننا قررنا أن يعني مو لحالنا. فاليوم بدنا نفرجيكم الأجواء. طبعا الدنيا كتير مطر وكتير برد اليوم، ونحن عم نطبخ، عملنا خيمة وبدنا نطبخ فيها. هلأ بدنا نورجيكم الأجواء، الأجواء العزيمة عندنا هون. شاهدوا الفيديو للآخر لحتى تشوفوا كل شيء. واللي ما حط لايك حط لايك، المو مشترك بالقناة يشترك بالقناة وفعل زر الجرس حتى يوصلكم كل شيء جديد. بنحبكم، يلا نبدأ الفيديو. حبايب قلبي اليوم الدنيا كتير مطر وبرد، مثل ما انكم شايفين عم تشت الدنيا. وهون هلأ يعني صحيت من شوي، كان أكثر فبنينا الخيمة مشان نقدر نشغل النار. هو كمان أنا بحب لحمة، ليش عم اللحمة؟ مو إلك اللحمة، إلهم. هلأ خلينا نفوت على الخيمة ونفرجيكم الخيمة من جوا، نفرجيكم الطبخ. وهي أجواء الخيمة من جوا. هون حطينا اللحم وعم نستناه لحتى يستوي، لسه ما استوى، بدنا نستناه لحتى يستوي. نعمينا من الدخان، ما بنقدر نقرب عليها من الدخلة، هو ما بيتحرك هذا، ما بعرف ليش عم تحركيه انت، يعني بس بيعطي ليشوفوا ليش مستوي ولا لا. لسه ما استوى، خلينا نستنى لحتى يستوي. استوى اللحمة وبدنا نشيله ونبلش برز. خلينا ندوقها، ذوقيها انت لحالك. ليش؟ انا ما بحبها. لا ما بدي، والله ما بدي. طيبة ومستوية. خلينا نشوف الرز. الرز لسه هلا حطينا الرز. وهلا بعد ما غلت المي بدنا نحط الرز. هلا بعد ما حطينا الرز بدنا نروح نحن نفوت لجوا، لان عيوننا دمعوا من النار لحتى يستوي. جاي على العزيمة، أكيد 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 بدها تكون موجودة لأنه بحدد العزيمة. وفرانا أنت بدك تجي لعنا حتى نعمل فيكي هيك مقلبة نحرز. ومن وقت المقلب يعني من وقت ما رحنا اشترينا للهدية ما شفتها عنا ولا أنا. أنا بشوفها بس لما نروح على المدرسة. أنا ما عاد أجي لعندك إذا كنت تعمل مقلب. لا خلص المقلب الجاي إلنا، بدنا نعمل بلايات. لا فيكي صح؟ أنا ما كنت فاهمة لما رحنا على المدرسة. عم تتفق علي؟ عم تتفق علي؟ لا خلص المقلب الجاي بلاي. أنا خلينا نروح هلا على البيت لأنه بردنا كثير. أنت شو رأيك؟ ما كنتي جاية هيك وين رايحة معنا؟ روحي لخليك. هلا صحيت من شوي، كانت عم تنفخ، تعبت الشوارع مي. هي بس امبارح بلشت مطر، شايفين؟ امبارح بلشت؟ ايه مظبوط. وهلأ بعد ما استوى البرغل واستوى الرز واللحمة برا استوت، يعني كل شيء صار جاهز. هاي البرغل وهذا الرز. وهلا عملنا شاكرية على الغاز لأنه هاي اللحمة برا. مو برا جابوها لهون. هاي اللحمة هون منظرها بشكل، وصار مطر كثير برا فعملنا الشاكرية على الغاز. هاي الشعر رح تستوي تقريبا. وهون في لحمة
مشان نحطه على وش على الوجه المناسب. بس نسكب ونخلص. لسه ما استوى. بس يستوي بدنا نحطه بالمناسب. لا تستوي الشاكرية بس. الشاكرية ولا وين غفران؟ ليش ما اجت؟ غفران هلا بتكون ببيتها. بس نحط ونجهز كل شيء بتجي تجي بس ايه تاكل. بس تاكل مثل ضيف الشرشوح. انا شغلتي بس دوق. ما شاء الله بس تدوقي جاي. بس تاكلي انت. وين كنت؟ تقدر كانت بالبيت. انا سويت الشاكرية احنا جايبينك مشان تطبخي. على اساس انت عم تطبخي ما شاء الله عليك وعم تشتغلي، ما في غير انا عم اشتغل. سكت سكت. ليكو هاي الغرفة قديش فيها اولاد؟ شو ناطرين؟ كلنا ناطرين الاكل. يلا جهز الاكل هلا بنروح بنسكبه للضيوف والكل. حتى غفران ويزن قاعدين ما شاء الله عليكم. ناطرين مع الاولاد. تاكلوا مع الاولاد؟ لا بدي ناخذ. شو بدك انت؟ يلا يلا شو بدك؟ شو بدك؟ ما شاء الله ما شاء الله. يلا قوم نروح نسكب الاكل. تقعدوا ما بتقوموا معنا؟ لا حدا يعمل ضجه. اذا حمل ضجه حدا احنا بنلكم. ليس الاستاذ. ليس الاستاذ. هلا بدنا نسكب الاكل. أجواء العزيمة وأكل الضيوف ونحن أكلنا وخلصنا وشبعنا. إن شاء الله يكون عجبكم الفيديو. واللي ما حط لايك يحط لايك. مو مشترك بالقناة يشترك بالقناة وفعل زر الجرس حتى يوصلكم كل شيء جديد. بنحبكم.